إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه الصور، هذه من قلب العاصمة لندن الآن، حيث يتم إطلاق طلقات مدفعية من أمام جسر لندن تحية و 96 طلقة. هذا هو المخطط لهذا اليوم، واحدة لكل عام من عمر الملكة الطويل. إذن طلقات مدفعية مشاهدينا تنطلق تكريما إذن ما نتابعه مشاهدينا الآن جزء من خطة الحداد التي من المتوقع أن تستمر لعشرة أيام. هو اليوم الأول من هذا الحداد، يوم يعيش فيه البريطانيون لحظات حزينة. يتم الآن إطلاق هذه الطلقات المدفعية تحية في لندن للملكة إليزابيث الثانية التي بقيت على العرش 70 عاما. طبعا هذه الطلقات مشاهدينا تأتي من جميع أنحاء المملكة المتحدة، وننقل لكم هذه الصور من مختلف المناطق والمدن. مشاهدينا ما زلنا نتابع معكم هذه الصور، هي جزء من المراسم التي خطط لها بعد وفاة الملكة. يتم إطلاق 96 طلقة مدفعية تحية في لندن للملكة، واحدة لكل عام من عمرها الطويل. تنطلق هذه المدفعية في كل أماكن المملكة المتحدة ومن مختلف المدن. المراسم الجنازة لم يتم الإعلان عنها بالتفصيل، لكن هناك خطوط عريضة حول نقل جثمان الملكة من قصر بالمورل في اسكتلندا إلى لندن. اليوم أيضا من المرتقب أن نتابع خطاب للملك تشارلز، هو الخطاب الأول طبعا الذي سيتوجه إلى البريطانيين بحسب طبعا ما أعلن عنه المتحدث باسمه بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية. طبعا في توافد للبريطانيين من جميع أنحاء العالم لتكريم الملكة التي توفيت يوم أمس، يضعون الورود وكلمات ينعون بها حزينة ومعبرة ومؤثرة بعد وفاة الملكة إليزابيث أيضا.